كلنا بنحكي انه احنا ما بدنا نعطي هذا مجال ضغط المجتمع انه يأثر على قراراتنا، وهذا حكي فاضي ولا تكترث لتفكير المجتمع وفيدباك تبع المجتمع، لكن ما بنقدر ننكر ونغفل اذا خايف ولا انت محتار ولا مش عارف اساسا كيف انك انت تقرر. فتعال احكي لك توب 10 tips to make better decisions. جاسم مصطفى ونو مور، وخلينا نبلش. حكينا في الفيديوهات الماضية كثير عن اتخاذ قرارات بتهمك، سواء بتطوير مهاراتك، سواء باتخاذ قرار بانك انت تاخذ وظيفة جديدة، او انك انت تترك وظيفة انت اوريدي موجود فيها، باتخاذ قرار بتحديد الباث اللي انت بدك تمشي فيه لحتى انك انت تطور الكارير تبعك، البوزيشنز اللي انت احسن لك انك انت تشتغل فيهم، سواء تشتغل في وظيفة او تاخذ الريسك انك انت تشتغل your own business to start something up، او تبلش شركة جديدة ناشئة، تكون انتربرونور. شغلات كثيرة وقرارات كثيرة حكينا في فيديوهات سابقة تقدر انك انت تروح تحضرهم، وحكينا فيها كيف انت تاخد هاي القرارات وتدعمها. اليوم بدي احكي لك احسن 10 نقاط ممكن تدعمك في انك انت تاخد قرار افضل. النقطة الاولى اللي انا بدي احكي لك اياها في انك انت تدعم قراراتك تاخد قرار افضل، انك انت لا تخاف تاخد قرار، ولا تخاف من القرار اللي انت اوريدي مفكر انك انت تاخده. من الاخر، قوي قلبك وتحرك الى الامام. نحن كثير مرات بنخاف انه نحن ناخذ قرار معين بناء على توقعاتنا يمكن للالام او النيجاتيف امباكت اللي ممكن يجي من هذه القرارات اللي ناخذها في المستقبل، ويمكن مرات كثير بنبالغ في توقعاتنا للنيجاتيف امباكت اللي ممكن يجي او التاثير السلبي اللي ممكن يجي من هذا القرار، ولهيك اما ما بناخذ القرار اللي بدنا اياه، او ما بناخد القرار الصحيح، او بنغير اساسا كل القرار من اساسه وبناخد قرار تاني مختلف تماما وبيطلع مش هو القرار الصحيح اللي احنا بدنا اياه. معناته قوي قلبك على الاخر. والنقطة الثانية اللي انا بدي احكي لك اياها لحتى انك انت تدعم طريقتك في اتخاذ قرارات على الاغلب ممكن انها تكون صحيحة، الحق غريزتك وحدسك والمنطق اللي انت بتشوفه صحيح. طبعا بمنطقية، يعني ما تروح تلحق لغريزتك وحدسك وتجيبنا في حوض النعنى، لا، في أشياء منطقية وأشياء غير منطقية لما يجي الموضوع لموضوع الحدس أو موضوع الغريزة، ففكر منيح. وفي هذا الصدد أنا بدي أحكي لك أنه أكيد نعرف أنه إحنا وجود طريقة منهجية وسيستيماتيك وي أو ميثود لحتى أنك أنت تاخد القرارات هي بتخليك بأغلب الأحيان أنك توصل لقرارات أفضل وقرارات أحسن من الناحية المنطقية، لكن في مرات كثير الحدس والغريزة بيكون في إلهم إنبوت كثير مهم في موضوع اتخاذ قرارات معينة المفروض أنك أنت ما تغفلهم. والنقطة رقم 3 اللي أنا بدي أحكي لك إياها في هذا الفيديو، للأسف مضطرين نعتمد على تفكيرك. نعم، النقطة رقم 3 تحكي لك فكر قبل ما تأخذ أي قرار، فكر منيح بحيثيات هذا القرار، وزي ما بيحكي الوالد الله يخلي لنا يا قيس قبل لا تغيس. لا تحكولي شو معناها، احكولي في الكومنتس ايش تتوقع يكون معناها. النقطة رقم 4 من النقاط اللي انا ما بعملها بالمرة لكن مضطر احكي لك اياها، اعطي مشاعرك اهمية واعطيها مجال يكون في الها انبوت ومدخلات على القرارات اللي انت ممكن تاخدها في بعض الاحيان. البنات كثير اشطر منا بهذا الموضوع باتخاذ القرارات بناء على المشاعر، لكن بحب احكي لك انه انا وكثير ناس من اللي زيي نعتبر انه المشاعر عدو لدود لاتخاذ قرار منطقي وصحيح وبعيد عن الخطأ بنسبة معينة، وما بنحب ندخل المشاعر في موضوع قراراتنا. لكن انا بحكي لك انه في كثير من الاماكن اللي انا قرأت فيها عن هذا الموضوع، give a space to your emotions input، اعطي مجال للقرارات المبنية على المشاعر. والنقطة رقم 5 هي انا بكرهها وكلنا بنكرهها، كنا بنحكي انه احنا ما بنعيرها اهتمام لكن ما بنقدر ننكرها، وهي الانبوت او الضغط اللي بيجي من جهة المجتمع او الدائرة الضيقة برضو اللي موجودة حواليك، اذا الدائرة الضيقة من الناس والاصدقاء اللي موجودة حواليك او دائرة المجتمع اللي انت عايش فيه ككل، عم تعمل عليك ضغط هائل بتوجهك باتجاه معين في اتخاذ قرارات معينة. كلنا بنحكي انه احنا ما بدنا نعطي هذا مجال ضغط المجتمع انه يأثر على قراراتنا، وهذا شيء حكي فاضي ولا تكترث لتفكير المجتمع وفيدباك تبع المجتمع، لكن ما بنقدر ننكر ونغفل
انه ايذر بوعي او بدون وعي ضغط المجتمع بيوجهنا باتجاه معين عند اتخاذ قرار معين او حتى التفكير في قرار معين. مثال ممكن يجيبني في حوض النعنع لكن بحكي لكم اياه مش مشكله. تخيلوا بنت محجبه عايشه في بلد مسلم وملتزم وحبت انها تتخذ قرار بانها تخلع الحجاب. شوفوا قديش مستوى الضغط اللي ممكن يأثر عليها انها اذا تلبس الحجاب او تشلعه. تلبس الحجاب مع لبس معين او تلبسه مع جلباب او تلبسه مع عباية او whatever. انا شخص مسلم وملتزم وهذا ما له علاقة في الموضوع اللي عم بحكي فيه، لكن هذا مثال من الامثلة اللي ممكن تأثر على ضغط المجتمع سواء بوعي او بدون وعي. فدير بالك من ضغط المجتمع. النقطة رقم 6 من أهم النقاط اللي أنا بشوفها يعني ممكن أنها تساعدك في اتخاذ قرار يكون لترالي صح. حاول أنك أنت تحدد خياراتك اللي إلها علاقة في الموضوع اللي قاعد وتحاول أنك أنت تقرر فيه، وابعد عن أنك أنت تشتت حالك في خيارات كثيرة من أماكن كثيرة وأوبشنز كثيرة حتخليك تضيع بيها. مثال كثير بسيط كثير بسيط لكن انت قيس على اكبر منه. لتسي انه عندك مناسب معينه او عندك مقابله عمل وبدك تختار واحده من البدلات الموجوده عندك او واحده من البدلات ان جنرال اللي انت ممكن تلبسها، فحاول انك انت تلمت خياراتك. انا بدي افتح المجال لكل البدلات الموجوده في الكوكب وكل الالوان الموجوده في الكوكب وكل الموديلات الموجوده في الكوكب، وهي رسمي ولا مش رسمي، وهي كاجوال مش كاجوال، سمارت كاجوال مش سمارت كاجوال، اند سو اون. انا بدي اختار واحده من البدلات اللي موجوده عندي، القماش اللي موجودة في الخزانة ومكوية وجاهزة ولونها غامق. هيك انت حددت خياراتك بشكل كثير بسيط. ممكن يطلع عندك بدلتين من هاي، ممكن يطلع عندك بدلة واحدة فقط هي جاهزة وهي تنطبق عليها هاي المواصفات، لكن تركت الموضوع مفتوح ملايين البدلات اللي انت راح تتوه بينهم. هذا مثال جدا بسيط. والنقطة رقم 7 واللي انا ما بعملها بتاتا في قراراتي لكن ممكن انها هي تساعدك اذا انت خلص وصلت لطريق مسدود ومش عارف انك تاخد قرار في الموضوع اللي انت قاعد بتفكر فيه، شو تعمل؟ تصفن وما تقرر وتضيع حالك يمكن فرص معينة، يمكن انك انت اذا ما اخذت هذا القرار تضيع على حالك علاقات معينة، ضيع على حالك ربح معين، نجاح معين، حل مشكلة معينة، لكن انت مش قادر تاخد هذا القرار. فالنصيحة بتحكي لك انه انت وصلت لهاي المرحلة تحاول تستعين بشخص انت تثق بقدراته، تثق بقراراته، تثق بطريقة تفكيره، وتعتبره مثلا مستشار لإلك، ممكن كوتش لإلك، ممكن منتر لإلك، ياخد بإيدك ويتخذ هذا القرار، اما يتخذه عنك ويحكي لك خد هذا القرار، او انه أتليست يساعدك في التوجه لقرار معين انت ممكن تكون بتفضله. والنقطة رقم 8 وهي من الاشياء اللي جدا مهمة في اتخاذ القرارات، انك ما تكون خايف انك تاخذ القرارات، انه انت ما تفكر زيادة عن اللزوم. Do not overthink. وبعرف انه هذه النقطة عكس تماما تفكير الفتيات الجميلات الرائعات اللي بتجننوا اللي مالتي تاسكينج واوفرثينكينج، والنساء من مش عارف وين والرجال مش عارف من اي كوكب، بس do not overthink. ليه؟ لانه كل ما فكرت اكثر كل ما كان في تشتيت ممكن يكون اكثر، ممكن يعني، وخيارات ممكن تصير موجودة اكثر، وبالاغلب ممكن يزيد خطأك اذا انت فكرت اكثر. ف do not overthink. وزي ما بحكي الوالد الله يخلي لنا اياه بكل حكمة، من كثر كلامه كثر خطأه، فتقدر تقيس عليها. بعرف شو دخلها، بس من كثر تفكيره ممكن انه يكثر خطأ. بس تنساش انه بنقطة رقم 3 انا طلبت منك انك انت تفكر، مش تجي لي تاخذ لي نقطة رقم 8 وخلاص ما بدي افكر. جاسر حكى دو نوت اوفر ثينك، بنقطة رقم 3 حكيت لك فكر ماشي. والنقطة رقم 9 عشان عطوفتك تخلصنا وتاخذ القرار اللي انت جززتنا ومش عارف تاخده من نقطة 1 لنقطة 9، تحكي لك اذا انت وصلت لهي المرحلة مش عارف تاخذ القرار، فاطلع شوي هيك برا الموضوع وتطلع على الموضوع من برا، وحاول انك انت تفكر بحيثيات هذا الموضوع والكومبوننتس الموجودة حوالين هذا الموضوع وجوا هذا الموضوع، لكن طلع عليه من برا من اوفر فيو عالي عشان تقدر تحلل هذه العناصر الموجودة فيه، تربطها مع بعض بطريقة افضل وتتخذ قرار افضل بعيدا عن الانحياز الشخصي لجزئية معينة من جزئيات القرار او الموضوع. والنقطة رقم 10 وهي النقطة الاخيرة والاهم من هدول النقاط التسعة الثانيين كلهم، لازم يكون عندك إيمان ورضا وتصديق بأنه أنت عطوفتك غير معصوم عن الخطأ، ووارد جدا تعمل قرارات خاطئة، ولا تستحي أنك أنت تتخذ
poor أو very poor decisions، قرارات ضعيفة جدا وممكن تكون خاطئة جدا. وسلام.